بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص روزانہ صبح و شام کو یہ دعا تین مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. ابو داود اور ترمذی میں حدیث ہے. دعا ہے، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صبح شام تین مرتبہ. جزاك الله.